هو يسأل يقول النافلة، نافلة الظهر أو نافلة العصر إذا صليناها 4 ركعات هل يجوز نصليها بسلام واحد وتشهد واحد؟ النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، الأصل التخفيف في النافلة. والصحيح أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولا يصح، والرواية الصحيحة صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا الأفضل. لكن لو أن الإنسان صلى النافلة أكثر من 2 ركعة ما بأس، كما صلى النبي صصلى الله عليه وسلم الوتر ب5 ركعات متصلة وب7 متصلة وب9 متصلة. فالنافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، فيمكن الإنسان يصلي النافلة 4 ركعات بسلام واحد، ولكن الأفضل بتشهد واحد أيضا، هذا الأفضل. وإن صلى بتشهدين عند الأحناف يصح، وعند الجمهور الأفضل تشهد واحد وسلام واحد، 4 بسلام 1 وتشهد واحد، سواء قبل الظهر أو قبل العصر أو اللي بعد الظهر، ولكن الأفضل 2 ويسلم، هذا أفضل. أي نعم، وهذا هو الأصل في الصلاة.